اهلا ورجعت لعصام. فاليوم راح اورجيكو فليب بوكس، اذا ما بتعرفوها هلا راح تشوفوها وان شاء الله تحبوها. بس اذا بدكم تعملوا فليب بوك بدكم كتير اوراق عشان تعملوا. ف هي الفليب بوك تاعتي، فهي عن صاروخ بتطير. هلأ بورجيكو إياه، بس مش رح تبين بهاي الجهة، فلازم أقلبها. يلا باي. شايفين هذا الفليب بوك تاعتي؟ فهلأ رح أعملها فليب وإن شاء الله تشوفوها. فهيها قاعدة بتطير على الهواء، وبعدين راحت لبلد تاني، مثلا بلد الزهرة أو أي بلاد تاني، قصدي مش بلاد يعني كوكب. فهلأ راح أعملها فليب كمان مرة عشان تقدروا تشوفوا أحسن وأحسن. فهي كمان مرة بدها تطير، وبعدين راحت عند كوكب تاني مثلا الزهرة أو كواكب تانية. باي.